على خير. النهارده شفنا مجموعه من الحالات التحكيميه، هنشوف مع بعض اول مباراه معانا وهي مباراه الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا. قاد تمام. هذه المباراه تحكيميه مباراه الزمالك كان كابتن طارق مجدي على راس القياده التحكيميه، عونه من احمد توفيق طلب وعماد العقاد، وائل فرحان كان حكم رابع معاه في هذه المباراه. اما كان عن تقنيه الفار كابتن محمد عادل، عونه كل من عونه هشام القاضي. تمام، اول حاله معانا نروح لاول حاله عندنا في المباراة النهاردة، وهي حالة سقوط لاعب الزمالك. يا ترى عنده في مخالفة ولا لأ؟ في مخالفة، طب تستحق إنذار للتهور؟ طبعا الراجل هنا مش بيلعب على الكورة، الراجل هنا راح بيلعب على رجل لاعب الزمالك، فبالتالي التهور موجود، وكان المفترض إن طارق كمان يدي مع الحالة دي يدي إنذار، ولكن الحقيقة ده ما حصلش. هو اكتفى بالمخالفة بس، ممكن ما يكونش واصل للتفاصيل بتاعة المخالفة هي إيه. تمام. الحالة التانية تسلل. الحالة التانية عندنا وهي عند أحمد توفيق طلب، الحقيقة المساعدين الدوليين المميزين، ولكن هنشوف الحالة برضو ونشوف من الزاوية الجانبية لحظة اللمس بتاعتنا، وهنلاقي إن قدم المدافع بالظبط كده مغطية، حتى ما فيش ميل من فوق من المهاجم إن احنا نقول إن الميل بتاعه يعدي قدم المدافع، على الرغم من تمركز أحمد توفيق طلب الجيد جدا، ولكن الحقيقة ما قدرش يوصل للقرار السليم، وكويس إن الحالة ما حصلش منها ولا يعني اعاقه ولا اي حاجه ولا احراز هدف، فبالتالي القرار هنا مش سليم عند احمد توفيق طلب. حاله من الحالات المهمه وهنقف عندها كتير وهنتكلم فيها كتير. اول حاجه فيها هتكلم على تحرك طارق، هو من البدايه ما كانش واقف بشكل مظبوط، وبعدين الكوره اتردت من حارس المرمى، نقف لحظه التصويب، لا لحظه التصويب ونقف، هنلاقي ان مفيش ولا لاعب من الزمالك في موقف تسلل. تمام، طيب نمشي، وبعدين لحظة التصويب الثانية نقف، الكرة ردت من حارس المرمى، لحظة التصويب الثانية كمل لسه الكرة ما وصلتش لرجله، بس نقف هنا. تمام، هنلاقي ان لاعب الزمالك في موقف تسلل اللي هو متقدم بجزء من جسمه على اخر ثاني مدافع، ولكن السؤال هنا هل هو اثر على حد؟ لا ما اثرش على حد، لان المدافع كان بيجري مش في اتجاه الكرة. رقم اثنين، حارس المرمى شايف الكرة بوضوح، بالتالي ما فيش اي تأثير على حارس المرمى ولا على حد من المدافعين، وبالتالي التصويب كان بشكل سليم والهدف سليم. صح، سليم. تمام، نروح لحاله من الحالات المهمه وهي حاله تسديد على المرمى، وبعدين يعني هنا مش عارفين الوضع هيبقى ايه، هنكمل. وبعدين حصل سقوط وطارق في مكان ممتاز وحسب ركله الجزاء على عرقله لاعب الزمالك. تمام، طيب اللعبه دي عندها هنقف كتير وهنبدا نوزع الادوار. تمام، لحظه التصويب وهنقف، دي لحظه التصويب، عندنا لاعب واحد بس في موقف تسلل اللي هو عبد الله السعيد في موقف تسلل. تمام، هيعاقب امتى؟ لما يتدخل في اللعب، لما يتدخل مع منافس، لما يكتسب ميزه. جميل. تمام، طيب الراجل اللي هو لاعب الزمالك ده طبعا في مدافع على خط السته طبعا مغطيه، فهو مش موقف تسلل. عماد العقاد المساعد رقم اثنين متمركز بشكل اكتر من رائع، نمشي ونشوف الحاله هيحصل فيها ايه بعد كده بس ونقف. هنا الكلام، هنا. ايوه هنا الكلام. طيب عماد اللي هو المساعد رقم اثنين متمركز بشكل سليم. طيب هنبدا بقى نقول ايه، ان عبد الله السعيد دلوقتي عدل من موقفه. صح، تمام، وبقى في موقف سليم مش في موقف تسلل. لو المهاجم الزمالك لمس الكوره وراحت بعد كده وكملت زي ما تكمل، المهاجم او المدافع؟ المهاجم، نتكلم على المهاجم الاول. تمام، المهاجم الاول. تمام، لو لمس الكوره واللعب استمر وعبد الله السعيد راح واشترك، فهو في موقف سليم وبالتالي ما فيش وجود للتسلل. طيب لو المدافع، نمشي كمان فريم، نمشي، لو المدافع لمس هنقول نفس الكلام، وان اللعب هيستمر لان ده لعب، انا ماليش دعوه بجوده لعب المدافع، واساسا مش هبقى في موقف تسلل، لان عبد الله السعيد هو اساسا خلاص اصبح في موقف سليم، عدل من موقفه. تمام، احنا قعدنا كتير جدا 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 نعيد الكوره دي عشان نوصل لتفاصيلها. جميل. الحكم من هناك، الحكم المساعد مش هيقدر يوصل للتفاصيل، اشوف الاعاده اللي هي احنا عدناها كتير عشان نوصل للتفاصيل بس، ونقف بقى هنا. حضرتك شايف ايه؟ هقول لك انت مستعجل ليه؟ لو وقفنا الصوره بالشكل ده هنقول ان لاعب نادي الزمالك لمس الكوره بالبطيء. لو وقفنا الصوره بالشكل ده هنقول ان لاعب الزمالك لمس الكوره، ولكن الزاويه من عندي اهو خادعه، خاصه ان الكوره استمرت بس ونقف. ماشي، راح على رجل المدافع ووقف. تمام؟ نفس الوضع لو وقفنا الكوره على رجل
المدافع هنقول ان المدافع لعب الكوره ولمس. طيب احنا عايزين نوصل للحقيقه، هل الناس دي لمست ولا ما لمستش؟ اولا الكوره مبدئيا ما تغيرش اتجاهها، تمام، ده مبدئيا. طيب الزوايا اللي قدامنا زي ما قلت لحضرتك، لو وقفنا الصوره هنلاقي ان المهاجم لعب، ولو وقفنا الصوره تاني هنلاقي بالظبط كده الزاويه دي زاويه خادعه تماما. زاويه خادعه تماما، حاولنا ان احنا ندور على زوايا تانية، مفيش زوايا تانية بالظبط كده. الصوره دي لو انا سالتك هتقول لي جايه في سن الحذاء، لو سالتك بعد الفريم اللي بعديها هتقول ان هي جايه في رجل مدافع. ولكن امشي بقى بالسرعه عاديه على نفس الكادر ده، هنلاقي في الاخر ان الكوره ماشيه ومفيش حاجه بتحصل. يعني مش هنقدر نوصل ليقين تمام ان الكوره اتلمست من ده او من ده. يعني الحاجه الاهم، الحاجه الاهم ان مفيش مخالفه من المدافع على المهاجم، تمام، اللي هو دونجا. طب ايه اللي حصل؟ طارق ادى ركله الجزاء، حصل استدعاء من الفار، تمام. نشوف بقى الفار وراله ايه. محمد عادل، كابتن عادل وراله الزاويه دي، وراله اول حاجه خالص ان عبد الله السعيد في موقف تسلل، وبعدين الكره اتشاطت، ومن وجهه نظره ان هي ما اتلمستش من ده ولا من ده، ولا من مدافع ولا من مهاجم. عبد الله السعيد راح اشترك، يعني كده تداخل مع المنافس، وحصل احتكاك بدني اثر على اللعب، وده اللي طلعه في الخطوط. وبعدين وصلنا في الاخر ان هو بيقول، او نكمل بقى الصوره ونشوف ايه اللي حصل من طارق. حقيقه حاله صعبه جدا ومركبه جدا وصعبه جدا على المساعد، لان المساعد من عنده مش هيشوف، هنقف تمام. خلاص احنا قولا واحدا بالنسبه لنا مفيش يقين من الصوره دي ان المدافع لمس ولا المهاجم لمس. حد يقول لي طالما مفيش يقين، طب خلاص احنا هنمشي مع كلام الحكام اللي عملوه في الملعب. صحيح. ولكن احنا عندنا هنا قرارين مختلفين. عماد عقاد المساعد قال ان اللعب يستمر لانه من عنده مش شايف التفاصيل. حكم الفار لما جاب او استدعى حكم الساحه جابه على عبد الله السعيد، وان ما حصلش تلامس هنا. كان محمد عادل يريحني لو كان عمل زي ما احنا عملنا وعمل زوم على الحاله دي، او جابها من زاويه تانية اللي هي دونجا مع مدافع سيراميكا، ويقول لنا الكره اتلمست ولا ما اتلمستش. فالحقيقه ده ما حصلش. التصوير إذن ما خدمناش، التصوير ما خدمناش لحد دلوقتي، لغايه دلوقتي. ما انا بقول لك انا الصوره دي انا مش مقتنع بيها، انا مش مقتنع بيها ان المهاجم ممكن يكون لاعب او المدافع ممكن يكون لاعب، بالنسبه لي مش واضحه. طب انت مع ام ضد قرار الحكم؟ ضد الاستدعاء طالما ما عنديش صوره يقينيه. تمام. احنا لو قعدنا نجيب الحاله دي 30 مره قدامنا مش هنعرف مين اللي لعب الكوره ولا حد لمسها ولا حد لمسها. هيبقى في تقديرات مختلفه. ده رؤيه. الرؤيه عندي مش يقينيه، لان الزاويه عندي من الخبرات اللي احنا مشينا بيها شايفها خادعه، ممكن تكون خادعه. تمام. كان من باب اولى من محمد عادل ان هو طالما عنده صوره يقينيه للجزء ده اللي هو اهمله في المراجعه، لا ما تستدعيش، وسيب القرار المساعد في الملعب زي ما هو، وسيب قرار الحكم زي الملعب زي ما هو. بس دلوقتي ممكن يقول ان احنا واقفين في النص، احنا فين دلوقتي؟ احنا فين دلوقتي؟ الحقيقه بالنسبه لي تدخل محمد عادل غير مبرر، وكان قرار الملعب هو اللي يستمر بوجود ركله الجزاء. يعني ركله جزاء. تمام. نكمل على الحاله اللي بعدها. نروح للحاله اللي بعدها. دي اعاده ثاني لنفس الكوره اللي فيها كلام، لان هو الصوره بالنسبه لي مش يقينيه ان انا استدعي حكم واخرجه بره الملعب ويراجع وما وروش الجزء ده. كان لازم يوريه له، كان لازم كابتن محمد عادل يوري له الجزء اللي يوريه له ويجيب له من زاويه ثانيه. لكن هو جاب له جزئيه ثانيه خالص، هو جاب له زاويه بقول لك بنسبه كبيره جدا قد تكون خادعه. تمام. نروح لحاله سقوط للاعب سيراميكا داخل منطقه الجزاء. الحقيقه طارق بيتحرك بشكل كويس وبدا يدخل منطقه الجزاء. لاعب الزمالك نجح في ان هو ياخد المدافع في ظهره ووصل للكوره. الحقيقه دي احتكاكات طبيعيه، وبالتالي مفيش وجود لركله جزاء. جميل. نروح للحاله اللي بعدها وهو تدخل من دونجا. الحاله اللي بعد كده تدخل من دونجا، وطارق الحقيقه قريب قوي، ولكن هو اشار او كان مستني ان الكره تروح لعب من لاعب سيراميكا ان هو يسيب اللعب يمشي. ولكن الدخول بالشكل ده نوع من انواع التهور او اقصى درجات التهور، لان دونجا الحقيقه وصل للكره الاول والمسافه قريبه، وبعد كده راح عمل المخالفه دي. انا هتفق مع طارق ان دي اقصى درجات التهور وانذار هو القرار المظبوط في الحاله دي. تمام. يمكن واضح لنا لمس كمان دونجا للكوره قبل ما يحصل الالتحام ده.